الأمم المتحدة تجمع قرابة مليار ونصف مليار دولار لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن. لماذا لم يفي المانحون بتعهدات مؤتمر جنيف السابق؟ وما هي آلية وصول هذه الأموال اليمنيين لإنقاذهم من الكوارث الإنسانية التي يعيشونها؟ أهلا بكم. بتنظيم من الرياض عقد اليوم مؤتمر المانحين لدول أصدقاء وأشقاء اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا وانهيار القطاع الصحي في اليمن. الانقلابات والحرب والتدخل الخارجي وإذكاء النعرات المناطقية جميعها مشاريع فتتت الجسد اليمني وتركت الشعب فريسة للمجاعة والنزوح وفقدان الرواتب والأعمال، الأمر الذي جعل أكثر من 20 مليون يمني يرزحون تحت خط الفقر ويعتمدون على المعونات للحصول على الطعام والشراب، فيما لا يعمل أحد على إنهاء هذه الحرب والانقلابات وإعادة البلد إلى مسار العملية السياسية واستئناف الحياة من جديد. فإلى متى سيظل اليمنيون معتمدين على المعونات الأممية؟ وما علاقة الفساد المالي لدى جميع الأطراف باستمرار هذا الوضع غير الطبيعي؟ مؤتمر جديد للمانحين. قالت الأمم المتحدة إنها تسعى من خلاله للحصول على 2.4 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، خصوصاً بعد انتشار فيروس كورونا وانهيار ما تبقى من القطاع الصحي في البلاد. في المؤتمر الذي نظمته الرياض عبر الاتصال المرئي، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إنه يشعر بخيبة أمل جراء عدم إيفاء الدول المانحة بتعهداتها في مؤتمر المانحين السابق في جنيف، حيث تم الإيفاء فقط بمبلغ 400 مليون دولار من أصل 2.6 مليار دولار، أي أقل من 20% من التعهدات. إن معركة اليمنيين الأساسية اليوم هي معركة البقاء. رئيس الحكومة معين عبد الملك قال إن السعودية تعهدت بمبلغ 500 مليون دولار، فيما قدمت بريطانيا 200 مليون دولار، والنرويج 75 مليون يورو، فيما قدمت ألمانيا 70 مليون يورو، واليابان 41 مليون دولار، بالإضافة إلى تعهدات دول أخرى. ويبقى السؤال، هل ستصل المساعدة لليمنيين المستهدفين من هذه المنح؟ أم سيذهب جلها لسماسرة الفساد في الحكومة والمنظمات الدولية وميليشيا الحوثي؟ فوجئنا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز 35 مليار ريال يمني، وما زلنا ننتظر موقفا حازما حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة. في كلمة قال عبد الملك إن الحكومة ستعمل من خلال هذا الدعم على دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 3 سنوات. انتشار فيروس كورونا ضاعف المعاناة الإنسانية في اليمن، وزاد عدد اليمنيين الذين أصبحوا بحاجة للقوت اليومي جراء الإجراءات الاحترازية من الوباء، في الوقت الذي تصرح فيه المنظمات الأممية العاملة في مجال الإغاثة أنها على وشك إيقاف برامجها في اليمن. سفيرا ألمانيا وفرنسا في اليمن صرحا أن إيقاف معاناة اليمن مسؤولية السعودية، بالإشارة إلى تدخلها العسكري في 2015 وتركها البلد مفتوحاً للحرب والصراعات المناطقية والجهوية. في الوقت الذي تحاول فيه السعودية من خلال هذه المؤتمرات تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي باعتبارها أكبر الداعمين لليمن، فيما الشعب اليمني يبرز وسط هذه الحسابات والمقايضات كطرف مكشوف كلياً دون حكومة تعبر عنه أو شرعية تمثل مصالحه الفعلية. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. هذا ليس المؤتمر الأول للمانحين أستاذ مصطفى، وربما هناك تساؤل عام، ما الذي قدمته هذه المؤتمرات لليمنيين؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه المؤتمرات، مؤتمرات المانحين السنوية،
هي إحدى أدوات الأمم المتحدة لجمع التبرعات وجمع التمويلات لتغطية تكاليف أو احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية التي تصممها هذه المنظمة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى. وخلال السنوات الخمس الماضية عقدت العديد من مؤتمرات المانحين، وتم فعلا استطاعت هذه المنظمات جمع مبالغ كبيرة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية خلال الفترة الماضية، حتى إلى درجة أن هذه الأموال تحولت إلى اقتصاد قائم بذاته في اليمن، يعني يكاد يقترب من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بل أحيانا بلغ أكثر من رقم الموازنة العامة للدولة في ظل الوضع الراهن. وبالتالي فإن هذه المؤتمرات بحد ذاتها هي خطوة إيجابية لاستقطاب الدعم، لكن كان يفترض أنها تكون طارئة ومؤقتة لمعالجة حالة إنسانية طارئة، لكن للأسف الشديد يبدو أنها ستستمر كحالة على المدى المتوسط، وهذا أمر مؤسف لأنه يفترض أن اليمن بداعميها وغيرها كانت تنتقل إلى خطوة أخرى بتحقيق الاستقرار وعودة السلام، ومن ثم بدء برامج الإعمار، برامج إعادة التنمية، وليس الاكتفاء ببرامج الإغاثة الإنسانية المؤقتة. نعم، هذه البرامج أستاذ مصطفى ربما نتساءل دائما، يعني الأمم المتحدة تعلن عن مبلغ معين يتم جمع ما هو دون ذلك المبلغ ويتم تسليم ما هو دونه حقيقة، يعني في العام الماضي 2 مليار و600 مليون تقريبا هي الموازنة التي كانت مطروحة، تم الإعلان عن ما هو أقل من ذلك، وحقيقة ما تم تسليمه هو 400 مليون فقط، يعني هناك شوشرة إعلامية أنه تم جمع هذه المبالغ ولكن ما يتم تسليمه أو العمل عليه هو أقل من يعني 20% حقيقة. للأسف الشديد هذه واحدة من التحديات الكبيرة اللي تواجه عمل المنظمات الدولية في اليمن، ولذلك المانحون أعلنوا خلال المرحلة الماضية عن توقيف بعض البرامج والاستغناء عن تمويلات أو عن التوقف عن تمويلات معينة بسبب الخروقات التي تمت، سواء فيما يتعلق بالسيطرة وتوجيه المساعدات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، أو ما يتعلق بما أثير من معلومات وما نشرت من معلومات حول جوانب فساد وطريقة غير رشيدة في استخدام هذه الأموال وتوصيلها إلى مستحقيها. هذه واحدة الحقيقة من النقاط المهمة للغاية والتي أثرت سلبا على هذا الملف، ويفترض أن يكون هناك تفكير جدي خلال المرحلة المقبلة سواء من قبل هذه المنظمات أو من قبل الأطراف الممولة بوضع آليات ومعايير ووضع دراسات تقييمية لمدى وصول هذه المساعدات للناس. بالتأكيد هناك جزء وصل إلى المجتمع وأصبح كثير من الأسر أيضا تعتمد على هذه المساعدات، وهو رقم ليس يعني رقم معقول، لكن أيضا هناك تسرب لكثير من هذه الأموال والنسبة بسيطة وفقا لما نشر من معلومات تصل إلى مستحقيها، بمعنى أن هناك فجوة يذهب إليها هذا الفارق، سواء متعلقة بنفقات تشغيلية، متعلقة بفساد وإنفاق عبثي، والأمر الثالث أيضا بتوجيه هذه المساعدات بطريقة قد تكون معززة لاستمرار الصراع وليس لاستمرار الحل، بل توجيهها بطريقة قد تخدم سلطات معينة مسيطرة في الواقع. إذن دعنا نشرك معنا في هذا الحديث السيدة ريم ندى المتحدث الإقليمي باسم برنامج الأغذية العالمي عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ ريم. أهلا بك. بداية، كيف تقيمون حجم التجاوب في التعهدات بمؤتمر المانحين في هذا العام؟
هو طبعا مؤتمر المناحين كان مهم جدا بالنسبة لليمن، لأن الاحتياجات في اليمن الآن هي حوالي 2 مليار دولار ونصف. تم التعهد بأكثر قليلا من نصف ذلك، تعهد مليار. كان هناك الأمم المتحدة تحتاج بسرعة عاجلة إلى 180 مليون دولار فقط لمكافحة انتشار فيروس كورونا. فطبعا يعني نحن وفرنا بعد هذا المؤتمر اليوم حوالي يعني نصف وأكثر من نصف ما نحتاجه. تبقى الاحتياجات في اليمن كبيرة للغاية. فبرنامج الأغذية العالمي مثلا يحتاج إلى، كما ذكر المدير التنفيذي للبرنامج اليوم في كلمته، يحتاج إلى أكثر من أو إلى حوالي مليار دولار في عام 2020 فقط. 13 في اليمن كبيرة جدا. اليمن عانى من 5 سنوات من الصراع وأيضا من الكوليرا والآن من الكورونا. فاليمن يعني يحتاج إلى المساعدة بصورة عاجلة. نعم، إذن في ظل هذه الاحتياجات أستاذة ريم، وفي ظل الموازنة التي يتم إعلان عنها وما يتم جمعه والذي يصل إلى النصف تقريبا، أيضا ما يتم تسليمه هو دون ذلك، ما تأثير كل ذلك على العمل الإغاثي في اليمن؟ هو دون ذلك من حيث من حدد أنه دون ذلك؟ في الفترة الماضية، في السنوات الماضية، أنا لم أتابع التقرير للأسف. نعم. أنا بدأت مع سؤالك لي، فأنا لا أدري ما يعني في العام السابق تم الإعلان عن 2,600,000,000 دولار، تم تسليم فقط 400,000,000 دولار من قبل المانحين أو ما تم الإعلان عنها. بالنسبة للأغذية العالمية، برنامج الأغذية العالمية، أنا أستطيع أن أتحدث عن المنظمة التي أعمل بها. لم يحدث هذا بالنسبة لنا. التعهدات التي بها هي معروفة، والتعهدات التي تمت بالفعل هي معروفة. برنامج الأغذية العالمي كان لا يمكن أن يستطيع أن يستمر في مساعدة حوالي في العام الماضي 12 مليون شخص شهريا. عفوا، نعم تفضلي استمعي. نعم، 12 مليون شخص كل شهر في اليمن بدون مساعدات الدول المانحة. فالمجتمع الدولي غير مضبوط لليمن على مدار الخمس سنوات الماضية. كان لا يمكن بأي حال من الأحوال لبرنامج الأغذية العالمي مواصلة عمل وعملياته في اليمن، وأيضا التوسع في هذه العمليات. ففي عام 2017 كنا نصل إلى حوالي 7 ملايين شخص، الآن نصل إلى أكثر من 13 مليون شخص. الاحتياجات تزداد وكذلك المساعدات. نعم، ما تحدثت به أستاذة ريم هو ما تحدث به اليوم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، والذي تحدث عن أن ما تم استلامه من قبل التعهدات أو المتعهدين في العام الماضي هو أقل من النصف. هذا ما أحدثك، يعني يتم الإعلان عن مبالغ تعد جيدة ولكن ما يتم تسليمه هو أقل مما يتم الإعلان عنه. من مجتمع المانحين وعود بتلبية النداء الأممي، وهذا حدث في الأعوام الماضية. أحيانا لا يتم الوفاء بهذه بكل هذه الوعود. طبعا يعني كل ما كان المساهمات لليمن أكثر، كل ما ساعدنا هذا في مواصلة العمل بصورة أفضل، عدم ترك أي حد بدون مساعدات إنسانية، سواء كانت مساعدات غذائية أو مساعدات طبية أو مأوى للأشخاص النازحين. هي المساعدات كبيرة جدا، ولكن يجب أن نعرف أن مجتمع المنظمات الإنسانية يواجه صعوبة كبيرة
تأمين الأموال اللازمة لمكافحة أو لتقديم المساعدات حول العالم. هناك يعني هناك عمليات كثيرة حول العالم تتسابق على المساعدات الإنسانية من الدول المانحة، ولكن طبعا يبقى اليمن هو أكبر عملية إنسانية في العالم وأعقدها على الإطلاق. إذا كنتم قد كشفتم في برنامج الغذاء عن تعرض مخازنكم للنهب وأيضا عدم وصول الأغذية للمستهدفين من قبلكم، هل لديكم خطة واضحة للحيلولة دون استمرار هذا الأمر؟ في يعني هو في ابريل الماضي بسبب تضييق السلطات التي تتخذ من صنعاء مقرا لها، اتخذ البرنامج قرارا صعب وهو تقليص العمليات في مناطق الشمال. فنحن الان نصل بالمساعدات الى نفس العدد من الاسر ولكن كل شهرين بدلا من كل شهر، لكننا نواصل العمل مع السلطات هناك للتغلب على القيود التي نواجهها، بما في ذلك تأمين عمليات برنامج الأغذية العالمي، تأمين موظفي ومخازن برنامج الأغذية العالمي، وكذلك الاحتياج الكامل لبرامج التسجيل البيومتري حتى نتأكد أن المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي تصل إلى مستحقيها. وطبعا كل هذه الشروط التي ينبغي أن تتوافر للعمل الإنساني في اليمن هي تساعدنا على أن نكتسب ثقة المانحين. فكل هذه العراقيل التي يواجهها مجتمع الإغاثة في اليمن يقوي ثقة في أن المساعدات تصل بالفعل إلى مستحقيها. نعم، إذن نأمل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقها وأن تصل إلى أكبر عدد ممكن. أستاذة ريم ندى، شكرا جزيلا لك، المتحدث الإقليمي باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، إذن يعني أولا مثل برنامج الغذاء العالمي والذي أعلن عن تقليص يعني المساعدات التي يتم تقديمها، تحدثت الأستاذة ريم بأنه عوضا عن تقديم مساعدة لكل شخص لكل شخصين بسبب تضييق سلطات الحوثيين في مناطق الشمال، يعني حرب وعدم وجود رواتب وعدم سماح للمساعدات الدولية للوصول إلى كافة المستحقين، إلى أين يمكن أن يصل الوضع؟ نعم أستاذ مصطفى، لا يصل صوتك إلي. عفوا. نعم. عفوا. هذه واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه عمل المنظمات الدولية والمنظمات المحلية، وهي مسألة توجيه هذه المنظمات، بل إجبارها على كشوفات محددة وعلى مسار إغاثي معين قد لا يتطابق مع المعايير الدولية والمعايير الإنسانية المعتمدة من قبل هذه المنظمات. بالتأكيد هناك جوانب اختلالات متعلقة بعمل هذه المنظمات وأدائها، مرتبط بارتفاع كلفة النفقات التشغيلية، جودة المواد التي يتم توزيعها، أيضا طريقة معالجتها ومنهجية معالجتها للحالة الإنسانية في اليمن. لكن أيضا المشكلة الكبرى هي أن يتم عرقلة عمل هذه المنظمات، الأمر الذي دفع بكثير من المانحين لتوقيف برامجهم، وكان أبرز هذه الجهات الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تعود وتعلن عن دعم إضافي مع تداعيات فيروس كورونا. فهذه في الحقيقة تحدي كبير. الأمر الآخر الذي يشجع على مثل هذا التحدي أيضا هو غياب الأطراف، غياب الحكومة المعترف بها دوليا في الجانب الآخر، وبالتالي وجدت المنظمات الدولية نفسها والمنظمات المحلية أمام خيارات صعبة لجأت من خلالها إلى القبول بشروط الأمر الواقع وشروط التي تفرض عليها في إطار المحافظات التي تعمل فيها، وإلا أغلقت أبوابها، وهذا بالتأكيد خيار لا تريده هو ولا أيضا، ويؤثر سلبا على حياة الملايين من الناس الذين
يعتمدون بطريقة أو بأخرى على هذه المساعدات. ففي الحقيقة ملف المساعدات بحاجة إلى تطوير من كافة النواحي، كمنهجية لمعالجة الشأن الإنساني وطريقة إيصال هذه المساعدات، وبالمقابل أيضا اتباع مسار تنموي جديد يخدم المواطنين على المدى المتوسط والبعيد. في الحقيقة أن يبقى أن تصوير الشعب اليمني بأنه يعني على حافة جوع وبحاجة إلى سلال غذائية فقط إلى ما لا نهاية، هذا أمر مسيء للشعب اليمني ومسيء لكل السلطات. نعم سنتحدث عن هذه النقطة أستاذ مصطفى. نعم سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن قبل ذلك يعني مع تحذيرات المنظمات الأممية بأن البلد يعاني أسوأ كارثة إنسانية، كذلك أشارت إلى هذا الأمر السيدة ريم ندى، يعني ناهيك طبعا عن مخاطر الأوبئة الموجودة وخصوصا وباء كورونا، هل تتوقع أن يسفر كل هذا عن إجراءات فعلية لتفادي هذه المأساة؟ في تصوري أنه الوضع الآن أصعب من أي فترة مضت، سواء كان كشأن اقتصادي أو كشأن إنساني. كل يوم يتم تضييق الخناق أكبر على العمل الإنساني والعمل الإغاثي وعلى وضع الحريات وغيرها، وبالتالي لا يوجد في تصوري خيار ما لم يتم إعادة اليمن إلى مسار السلام وإنهاء الحرب. هذا خطوة مهمة وضرورية لإعادة اليمن إلى السكة الصحيحة. الآن كل هذه الإجراءات الإسعافية التي يتم اتخاذها هي مجرد مهدئات أو مسكنات غير يعني قابلة للاستمرار والاستدامة. بالمقابل أيضا لابد من وضع آليات مراقبة ومنهجيات تضمن شفافية هذه المساعدات ووصولها إلى مستحقيها. للأسف الشديد أنا أقول أنه يعني عاما عن آخر تزداد الأمور تعقيدا من واقع لا. حتى الأرقام المعلنة بالنسبة للمساعدات تراجعت. المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة ظهرت هذا العام مكشوفة أكثر، كل الحلفاء من أعضاء التحالف على المستوى العربي كان حضورهم ضعيف للغاية وتمويلاتهم تكاد أن تكون توقفت. الحكومة أيضا غير موجودة، حضورها كان شكلي كصورة فقط، لكن تأثيرها في هذا الملف تأثير ضعيف للغاية، لأن كل هذه التمويلات تتم عبر الوكالات والمنظمات الدولية وعبر الجهات الدولية مباشرة، بمعنى أنها يعني بعيدا عن تدخلات الحكومة وأيضا بعيدا عن استراتيجيتها الغائبة أصلا. فهذه إشكاليات الحقيقة متراكمة وتضع تحديات يومية وإضافية أكبر أمام الملف الإنساني والإغاثي في اليمن. نعم إذن أستاذ مصطفى اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ إبراهيم القاطبي عبر سكايب، هو المحلل السياسي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك أستاذ إبراهيم، كيف تابعت مجريات أعمال مؤتمر المانحين اليوم؟ أنا في اعتقادي أنه لم يكن مؤتمر في المانحين بقدر ما كان مؤتمر لتحسين صورة المملكة العربية السعودية أمام العالم بسبب الكوارث التي هي من ترتكبها بحق الشعب اليمني. وكما رأينا كان هناك أيضا من أي ناحية يعني تحسين وجه المملكة؟ لم تقدم 500 مليار دولار؟ مليون دولار عفوا؟ ما الفائدة من 500 دولار وهم يمولون الميليشيات التي تعطل حياة اليمنيين ولا تسمح لليمنيين التجول داخل مدنهم؟ ما الفائدة من هذه المنح وهم يدمرون المدارس والمستشفيات والطرقات والبنى التحتية للجمهورية اليمنية، بل ويمنعون حتى دخول تلك المساعدات التي يقولون أنهم يقيمون المؤتمرات من أجلها. نحن نعرف أن الميناء عدن معطل، الموانئ في جميع أنحاء اليمن، المطارات، الدخول وخروج الغذاء يشبه يعني شبه معدوم، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي نحن نعاني منها كيمنيين. السعودية أيضا هي من تشرف ومن تمسك ومن لديها الوصاية على أكبر بؤرة للكورونا اليوم وللأوبئة وللفساد وللاحتراب وللاغتيالات، وهي محافظة عدن، وهي من تديرها وتدير الميليشيات.
فيها ومن ثم يدعون انهم يحاولون مساعده الشعب اليمني. لكن استاذ ابراهيم، يعني بالمجمل الم يفد اليمنيين مثل هذه المبالغ، خاصه في الوضع الحالي، بغض النظر عن الدور السلبي لما تقوم به السعوديه سياسيا، ولكن اليمنيون بحاجه هذه المبالغ، وهي تنقذ حياه الملايين بحسب ما تحدثت الاستاذه ريم ندى، بانهم يستطيعون الوصول الى يعني عدد كبير من اليمنيين الذين يحتاجون هذه السلال الغذائيه. طبعا نحن محتاجون الى مساعدات، لكن السؤال ليست احنا يتعاملون مع نتائج المشكله التي هم اساسها، يعني المشكله نحن لسنا شعب لا نرضى بان نبقى متسولون امام العالم او يقدموننا للعالم ان احنا مجرد فقراء نحتاج الى مساعدات، لكن الحقيقه سبب هذه المجاعه وهذه الاوبئه وما يحدث للشعب اليمني هو الحصار المطبق عليه، هو الحرب، هو تمويل الميليشيات الذي تقوض مؤسسات الدوله وتقتل اليمنيين وتوصلهم الى هذه الكارثه. يجب ان نتعامل مع جذور المشكله وليست مع نتائجها، يعني نحن ربما بحاجه الى مساعده انسانيه لوقت ما، لكن يجب ان تبقى تلك السياسه الى ما لا نهايه. نحن نتكلم على 6 سنوات منذ بدايه الحرب وما زلنا يعني الحياه في اليمن من سيء الى اسوء بسبب هذه الحرب، بسبب هذه الوصايا، بسبب هذا التحالف، ومن ثم هم يقومون بنهب اصلا ممتلكات الشعب اليمني. يعني اليس هذا ايضا السؤال الذي يفترض ان تطرحه الحكومه اليمنيه؟ ساعود اليك عند هذه النقطه، ولكن بعد أن ينضم معنا الأستاذ جمال بلفقيه، منسق عام الإغاثة في اليمن عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور. أهلا بك أستاذ جمال. في المؤتمر يجري الحديث عن عمل إنساني وتعهدات لمساعدة الشعب اليمني، كيف يمكن أو ما جدوى هذه المبالغ المعلن عنها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي مشاهدين الكرام ونحيي ضيوفك الأعزاء. الحقيقة الجهود اللي قامت بها المملكة العربية السعودية لإنجاح هذا المؤتمر جهود نثمن لها، وخاصة بنجاحه الذي برغم الظروف التي تمر بها العالم من جائحة كورونا. الحقيقة المؤتمر اللي تم عقده مختلف عن كل المؤتمرات، أولا بسبب أن الكل عارفين ما هي يعني الإشكالية اللي حاصلة في عملية توزيع العمل الإنساني والإغاثي، والكل عارف أن الدول المانحة تحتاج إلى شفافية بالنسبة للمنظمات الدولية لمعرفة ما هي المبالغ المالية اللي من هذه الروح المالية. كذلك وزير التخطيط في حديثه أنه فعلا يعني ممكن في عملية يمكن يكون في شراكة حقيقية في عملية إيصال المساعدات لمستحقيها ومرقابة كذلك، واستعداد كامل للحكومة اليمنية لتذليل الصعوبات للمنظمات الدولية لإيصال المساعدات لكل أنحاء اليمن بشكل عام على حسب لا مركزية ومبدأ لا مركزية في العمل الإنساني والإغاثي. نعم، إذا يعني في مثل هذه النقطة أستاذ جمال، أليس بالأحرى أن يكون لليمن دور في المتابعة والرقابة على هذه المبالغ التي يتم الإعلان عنها والتي يتم تسليمها للمنظمات، أم هو فقط دور اليمنيين الانتظار في كل مؤتمر ما الذي سيقدم لهم، وأيضا الانتظار بعد ذلك من الذي سيجود عليهم بالفتات؟ لا، بالحقيقة كلمة رئيس الوزراء واضحة في النقطة هذه، كذلك جميع الوزراء تحدثوا في متداخلاتهم في موضوع موضوع الترتيب وتنظيم العمل الإنساني والإغاثي. الحقيقة طبعا المبالغ التي رصدت حوالي 1.3 مليار دولار قد لا تكون كافية بالنسبة للمانحين، لكن ممكن تسد بعض الاحتياجات، وخاصة الدعم السخيم من المملكة العربية السعودية. حوالي أغلب المانحين وهي المملكة العربية السعودية ب 500 مليون دولار و 25 مليون دولار لجائحة كورونا. الواقع انه طبعا احنا نتمنى من المنظمات الدولية اولا تخفيض عملية الميزانيات الإدارية بالنسبة لهم لاستشهاد اكثر عدد كامل، كذلك التركيز في برامجهم بالاحتياج الحقيقي بما يحتاجه المواطنين، وعدم تخفيض بعض البرامج لكي لا يتضرر كثير من النساء والأطفال في عملية عدم إيصال الإغاثة إليهم.
نعم، إذا اسمحوا لي أستاذ إبراهيم وأستاذ جمال أن أعود للأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، سمعت لرأيي الأستاذ إبراهيم الذي يرفض أن يبقى اليمنيون كمتسولين لما تقدم هذه الدول، خاصة ويعني السعودية تعلن عن مبالغ وهي من تعرقل إعادة الدولة وتغلق المطارات وعدم عمل إعمار حقيقي في اليمن، ويرى الأستاذ جمال أنه لا بد أن يكون هناك رقابة حقيقية على العمل الإغاثي وأن يتم تخفيض الموازنات لهذه المكاتب ولا يتم تخفيض البرامج التي يتم تقديمها لليمنيين. ما هو رأيك؟ الصوت، عفوا أستاذ مصطفى. مرحبا بك وبالآراء الضيفين الكريمين. في الحقيقة عندما ننظر إلى مسألة الجانب الإنساني والإغاثي يجب أن ننظر له أيضا من ناحية أن هذا أمر طارئ ومؤقت ويجب أن يوضع في هذا الإطار. إذا نظرنا لها من زاوية سياسية قد يكون هناك بعض المآخذ وقد ما ذهب إليها الأخ إبراهيم هذا ربما يؤخذ كإطار سياسي أو كجانب سياسي، لكن لو أخذنا بإطار اقتصادي الجانب في الإطار الاقتصادي الآن الأهم هو إلى جانب هذه الحالة الطارئة، الحالة الإنسانية الطارئة اللي هي تحتاج إلى معالجة فعلا ودعم إغاثي مهم للناس، لأنه كثير من الأسر تعتمد على هذه المساعدات. أيضا برامج تتعلق بالمرأة بالصحة وبرامج تتعلق أيضا بمساعدات متعلقة بمواجهة وباء كورونا وغيرها، هذه كلها أمر طارئ يجب أن تتحمل الدول الداعمة وعلى رأسها السعودية مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية باعتبارها أيضا هي المتحكمة بمصير البلد في هذا الملف. الأمر الآخر هو جانب اقتصادي مرتبط بتحسين أداء المؤسسات الرسمية التي تضمن تحسين حياة الناس، وهنا تكمن الإشكالية في الحقيقة وهي الفجوة الغائبة الآن، الفجوة الغائبة سواء في مؤتمرات المانحين أو الفجوة الغائبة حتى في مشاورات السلام التي تنعقد. يعني موضوع مثلا أن يظل عدم حسم موضوع إدارة البنك المركزي وبالتالي تعزيز كفاءة وقدرة البنك المركزي وأيضا عدم تجديد الوديعة السعودية لمرحلة مقبلة، هذا كله يهدد وضع الريال اليمني ويهدد الاقتصاد اليمني، ربما يحدث أزمة أسوأ من الأزمة التي حاصلة الآن. هذه نقطة يعني جوهرية ومهمة للغاية أن يتم التركيز على موضوع كيف يمكن إعادة تفعيل الاقتصاد اليمني، ضمان عدم انهيار الريال، ضمان تفعيل أدوات القطاع السياسة المالية والقطاع المصرفي، وإعادة ودعم الحكومة لاستئناف تصدير النفط والغاز واستعادة مواردها بشكل فاعل. هذا الملف الإنساني هو ملف كما قلت طارئ يفترض أن ينظر إليه كحالة مؤقتة. الجانب الآخر الذي على اليمنيين أن يصروا عليه وأن يناضلوا من أجله أن يكون هناك يعني حكومة فاعلة قادرة على خدمتهم ميدانيا، لأن حالة الانكشاف اللي حدثت سواء فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا أو في الانهيار الحاصل في الجانب الاقتصادي وغيره هو نتيجة هذا الفراغ، نتيجة أن اليمنيون أصبحوا يعني أو أصبح القرار اليمني ليس بيد اليمنيين، وهنا تكمن هذه الإشكالية وهي إشكالية في الحقيقة سياسية وأمنية بدرجة أولى يأتي نتيجتها هذا الوضع الاقتصادي المختلف. نعم، إذا أستاذ مصطفى أعود إليك. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم كنت تتحدث عن أن اليمنيين من غير المقبول أن يبقوا كمتسولين أو يظهروا أمام العالم كمتسولين. دور الحكومة برأيك؟ اليوم تحدث رئيس الوزراء بأنه يجب تمكين الحكومة من إدارة هذه المبالغ وعمل مشاريع تنموية على الأرض وأن يتم شراكة فعلية مع المنظمات لتقديم مشاريع تنموية لليمنيين في الفترة المقبلة. ما رأيك؟
هذه المشكلة الأساسية في اليمن، يعني استهداف مؤسسات الحكومة الشرعية وتغييبها عن الواقع اليمني، وهذا جزء من الكارثة الموجودة في اليمن. ثانيا يجب أن نوضح هنا أن المسألة الإنسانية في اليمن هي ليست مسألة طارئة، نحن نتحدث عن كارثة سياسية نتجت عنها كارثة إنسانية، هذه هي الحقيقة في اليمن. يعني الكوارث الذي موجودة من وباء حمى الضنك والكورونا وغيرها والبيئة ما يحدث في عدن والقتل والاغتيالات واستهداف المؤسسات والمدارس وغيرها واستهداف المواطنين ومحلاتهم، كلها تأتي في إطار الحرب الموجودة في اليمن. يعني نحن لا يجب أن نتحدث عن المعونات الإنسانية ثم يعني الحديث عن حول المعونات الإنسانية. يجب تذكير الناس أنه من 40 إلى 60% من هذه المعونات التي مفروض أن تذهب إلى الفقراء في اليمن تذهب إلى عمال التشغيل، تذهب إلى المؤسسات الأممية والدولية التي عاملة في اليمن. أي أنه لو تبرعوا اليوم بمليار ريال 600 مليون من هذا المبلغ ستذهب للتشغيل، و400 مليون ستذهب إلى الشعب اليمني. من هذه ال400 مليون ستذهب إلى الميليشيات التي تتعامل مع هذه المنظمات الدولية. هناك كثير من العمال الفاسدين في هذه المنظمات الدولية. إذن برأيك هل تتوقف هذه البرامج؟ يعني أنت تتحدث عن مبالغ مهولة تذهب للإدارة التشغيلية، أم يعني ما الذي يفترض أن يكون؟ هل شفافية المبالغ التي يتم تسليمها ويتم توزيعها ورقابة حقيقية، أم تتوقف مثل هذه المنح التي لا تعطي إلا سلال غذائية اليمنيين؟ ما الذي تراه؟ نحن لا نطالب بتوقيفها، لأن الشعب اليمني والذات الطبقة الفقيرة جدا بحاجة إلى هذه المساعدات. لكن السؤال، هل سيظل اليمن ككل 30 مليون مجرد مخيم للاجئين منتظر للمساعدة الدولية، أو يجب أن نبحث عن حلول لجذور هذه المشكلة؟ المشكلة هذه هي السياسية، المشكلة هذا لها طرفين، الحوثي من جهة والتحالف السعودي الإماراتي من جهة أخرى، هم أساس المشكلة في اليمن. فلماذا لا نذهب إلى حل هذه المشكلة؟ المجتمع الدولي يتستر على الجرائم من خلال التستر على هذه الميليشيات، ومن خلال الحديث على أن الكارثة في اليمن هي كارثة إنسانية، وهذا مشكلة يعني يقومون بتسويقنا للعالم على أن احنا بحاجة إلى يعني دعم مالي وغذائي وغيره. في الوقت نفسه يسرقون الثروة السمكية اليمنية، يسرقون النفط اليمني، كل ما يسرق من اليمن اليوم، الآثار والنفط وكل الثروات الموجودة في اليمن مقابل إعطائنا فتات تحت بند المساعدة الإنسانية. هنا المشكلة، هناك موارد في اليمني في الداخل اليمني يجب تفعيلها، وهذا تفعيلها يأتي من خلال تفعيل حكومة ومؤسسات حكومية حقيقية. اليوم المجلس الانفصالي الجنوبي يتحدث على فتح حساب للمعونات الإنسانية من أجل سرق ونهب المجتمع اليمني. لماذا تسمح لميليشيات بأن تستقل هذه الأوضاع وهذه المآسي الإنسانية وهي أصبحت تنتشر وتتوسع؟ نحن إذا أردنا حل الإشكالية الإنسانية في اليمن، إذا أردنا صيانة كرامة المواطن اليمني، يجب أن نبدأ بالحديث عن إنهاء الانقلابات وعن إنهاء الحرب، عن فتح الموانئ والجزر والمطارات لليمنيين من أجل الدخول والخروج. يا أختي، اليمنيون خارج البلد، الجمعيات اليمنية والمواطنون اليمنيون يرسلون أكثر بكثير من تلك المعونات الإنسانية التي نسمعها عن كرم السعودية وغيرها. ما حدث اليوم هو مجرد تحسين صورة المملكة العربية السعودية وجرائمها في حق اليمنيين مقابل إهانة كرامة المواطن اليمني في الداخل من خلال إعطائهم فتاة. أيضا هناك في المؤتمر الذي حصل اليوم حديث حول أن المملكة العربية السعودية لم تسدد المبالغ الذي قالت أنها ستقدمها للشعب اليمني في السنة الماضية. فلذلك لماذا يتحدثون على مؤتمرات من أجل مساعدة اليمنيين كل سنة؟ وضحت الفكرة أستاذ إبراهيم، لم يسددوا حتى المبالغ السابقة، هذا مجرد إهانة لنا جميعا. يعني أنا ما يحدث هو مجرد صخب إعلامي في ظل الاحتياج الحقيقي لليمنيين والكارثة الإنسانية التي يمرون بها. شكرا جزيلا لك إبراهيم القاعدي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. أعود إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، هناك
أكثر من إشكالية تواجه هذه المبالغ التي يتعهد بها المانحون، غياب الشفافية من قبل المنظمات ومن قبل أيضا المانحين، وجود فجوة بين العمل على الأرض وبين الاحتياج الحقيقي، وهناك أيضا مشكلة بين الجهات الداعمة والجهات الوسيطة والحكومة كذلك. ما هي المشكلة من وجهة نظرك؟ تظهر هي المشكلة الحقيقية هي أولا الشفافية اللي ما بين المنظمات الدولية وعملية عن كذلك كشف حساب ما تم إرساله للجميع اللي إرساله بالبرامج الإغاثية التي تتم وتوزيعها للمواطنين. المؤتمر هذا زي ما بلغتك لأن الكل دخل في المؤتمر هذا وفاهم ما تم عمله في المؤتمرات السابقة، ولهذا الكل تحدث عن عملية الشفافية وعن عملية المتابعة والرقابة وعملية تسهيل عمل المنظمات في من قبل وزارة التخطيط وإعطائهم التراخيص وفتح وكذلك اللي رفع برامجهم للتخطيط ومتابعتها. المملكة العربية السعودية يعني طبعا عقدت هذا المؤتمر في ظروف صعبة، وبالرغم من الكل كان يعني يعتقد ان هذا المؤتمر لن يعقد في الوقت الحالي، لكن برغم هذا كله قدمت المملكة العربية السعودية وحاولت ان تجمع حوالي 120 دولة ومانحة لحضور هذا وتقديم المساعدات بشكل جزئي، يعني مليار و300 مليون دولار قد لا تكفي بالنسبه لليمنيين، وان الامم المتحده كذلك يجب انها الان تحاول يعني انها فعلا تكون المنظمات اللي هي عامله في اليمن تكون امامها في رقابه حقيقيه، وان يكون فعلا في عمليه لا مركزيه في العمل الانساني والاغاثي من اجل لا تروح هذه المبالغ الماليه والاغاثه للحوثيين بشكل اساسي ومباشر. نحن عندنا 22 ممر بري وبحري باستطاعه هذه المواد الغذائيه ان تصل عن طريق كثير الاحتياجات عن طريق هذه الممرات بحيث انها توصل الى المواطنين. كذلك بالنسبه للنازحين المتواجدين الان في كثير من المحافظات، نحن تحدثنا وكذلك انه يجب ان يكون في كرامه للنازح اليمني ان توضع لهم فعلا مخيمات حقيقيه وفي تطبخ لهم مطابخ ويكون لهم اهل للحمايه والغذاء. هذه الاشياء كلها في طرحت في بشكل غير مباشر في المؤتمر والكل عارفين عنه. يبقى في الاخير نحن بالنسبه لنا كيمينيين وكناس بحاجه للعمل الانسان الغاثي في الظرف الراهن خاصه مع جائحه كورونا، نحن بحاجه فعلا لدعم الاموال للمنظمات لايصال هذه المساعدات لكل يمني في اليمن، سواء كان في المناطق التي تحت سيطره الحوثي او في المناطق المحرره. نعم. في الاخير ان كل يمني يستطيع ان من حقه ان توصل اليها الغذاء والمي والصحه، والدعم هذا طبعا هو ان شاء الله ان يكون بشكل اساسي على الاقل. نعم نعمل ذلك استاذ يعني جمال للمواطن بشكل افضل. نعم نعمل ذلك استاذ جمال بلفقي منسق عام الاغاثه في اليمن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وخلال دقيقه استاذ مصطفى، لو تخيلنا هذه المبالغ ذهبت لليمنيين كمشاريع تنمويه، اليس ذلك سيكون اجدى برايك يعني مستقبلا؟ عفوا ما سمعت الصوت. نعم قلت لك لو كانت هذه المشاريع قدمت لليمنيين كمشاريع تنموية، يعني ألن تنعشهم اقتصاديا لسنوات قادمة؟ أليس ذلك هو الأفضل؟ بالتأكيد هذا الأمر مهم وهو ما تطرقت إليه سابقا. لابد أن إعادة التفكير في منهجية النموذج التنموي التي يفترض اتباعه خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المانحة جميعا. لابد من إعادة تقييم أو وتقويم القدرات الذاتية للحكومة وبالتالي دعمها أو السلطات المحلية لدعمها للقيام بدورها محليا. هذا أمر. الأمر الآخر هو الاستفادة من الإيرادات المحلية، إعادة تصدير النفط والغاز كما قلت، وبالمقابل أيضا توجيه العديد من التمويلات لإعادة إنعاش الاقتصاد اليمني وإعادة التنمية، وليس فقط التركيز على الجانب الإنساني والإغاثي، لأن هذا الأمر يعني هو يفترض أن يكون حالة مؤقتة وليست حالة دائمة.
إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من إذن شكرا لك، وشكرا أيضا للسادة المشاهدين على حسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء من جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.